أستاذ طاهر، يبدو أن الخبر فيه الكثير من الأشياء المحزنة. صحيح، دعنا يعني نبدأ عن السبب الرئيسي في استمرار القطوعات والذي لم يذكر في الخبر، يعني في رأيك؟ من الواضح أنه الهيئة القومية للكهرباء بتواجه إشكاليات في الإمداد وفي التوليد، استهلاك الفيرنس لها. والوزير وكيل الوزارة نفسه كان الأسبوع الماضي في بورسودان حتى يتابع تفريق البواخر التي أتت بالفيرنس والإمداد إلى الخرطوم والشبكة القومية. المشكلة بفتكر معقدة ما بين الإمداد هنا وما بين الميناء وما يحدث فيه من إشكاليات بتاع تفريق بواخر. لكن المؤسف في الأمر أنت بترفع سعر الكهرباء ل 500%، ودي زيادة كبيرة جدا جدا. بالتالي يعني الوضع بيقول انه انت رفعت سعر الكهرباء، زللت المشاكل اللي عندك، وحيكون عندك امداد مستقر، خصوصا نحن في فصل الشتاء. ماذا سيحدث في فصل الصيف؟ ماذا سيحدث في رمضان؟ هل تحسب الكهرباء الاثر على الاقتصاد الكلي؟ المصانع اللي حتتوقف، المحلات اللي حتتوقف، حتى المدارس التي تحدثنا عنها قبل قليل. انت بتطلب انه في صفين ينزلوا المدارس لو الكهرباء قاطعه، صحيح، حيدرسوا كيف وانت بتقول عايزين تهويه عشان بالضبط. كورونا وعشان ما يحصل الفيروس. بفتكر انه بيان الكهرباء كان يجب ان يكون فيه توضيح لنوعيه المشاكل، مصفوفه زمنيه محدده لمعالجتها، لا يترك الحبل على القارب. الحديث عن برمجه من 5 مساء، من 10 صباحا ل 5 مساء دون تحديد لعدد كم من الأيام، متى ستتوقف، نوعية مشكلتك ستحلها في كم من الأيام. ده بخلينا نرجع لأنه عدم وجود برلمان اللي تكلمنا عنه، صحيح، عشان يستدعي الوزير المعني ويسأل هذه المساءلات، واحدة من إشكاليات مدارية. بالرجوع إلى زيادة الكبيرة التي طرأت على الكهرباء 500%، كما أشرنا هو رقم كبير يعني، وبالمقابل مفترض أن تكون خدمات الكهرباء هي مستقرة، وإشارة أيضا في هذا الموضوع إلى أنها دفع مقدم يعني. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا. الوزير المكلف نفسه تحدث في نفس المنبر عن أنه الزيادة ليست بالضخامة التي يتحدثون عنها، بيتحدث عن أنه حتى لو استهلكت 600 متر في البيت ستدفع 760 جنيه، وضرب بمثل بأنها ممكن تكون فاتورة سداد هاتف جوال لواحد من أفراد العائلة، هذا حسب حديثه. لكن الكهرباء ليست سلعة للبيع والشراء، الكهرباء، صحيح، الطاقة هي المحرك الأساسي للاقتصاد الكلي. صحيح صحيح. طيب يعني كيف تنظر لي تعامل الدولة مع ملف الكهرباء؟ هل يمكن أن نشير إلى إهمال مثلا؟ وما هي الحلول في رأيك يعني لحل هذه الإشكالية الجذرية؟ أنا بفتكر واحدة من الحاجات عدم الوضوح في طرح المشاكل. يعني كان في حديث في الأيام الماضية حول محطة إضاءة شمسية، إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية ب 500 مليون دولار بتمويل من الإمارات العربية المتحدة في منطقة كردفان، وإنه دشنوا العمل فيها ووصول الحاجات. هل تعلم يا داليا أنه واحد من كل 3 مواطنين في السودان بيتمتع بخدمة الكهرباء، واثنان لا يتمتعون؟ عديد من المدن لا يوجد فيها كهرباء. مدينة ولايات دارفور تتعامل مع الشركة التركية التي تبيع لها الكيلوات ب 5.5 دولار، 5 دولار و5 سنت. وتوقفت الشركة لعدم سداد 146 مليون يورو للشركة. فمشكلة الكهرباء تحتاج إلى مؤتمر، لأنه هي المصدر الأساسي للطاقة وللإنتاج.